Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bilal Abdul Karim and welcome to Face the Truth. Today we're going to be talking about this Syrian crisis that somehow it's turned into an ISIS versus Russia versus Iran versus Hezbollah versus Bashar al-Assad. However, we've lost touch with the Syrian people and what this crisis was actually all about, which was the oppression that the people have been under for more than 40 years. So we caught up with an average Syrian and we wanted to ask her what her take was on this situation and how the revolution has taken the different turns. And this is what she said. ما اسمك؟ أم سليمان. أم سليمان، متى آخر مرة أنت رأيت زوجك؟ من 4 سنوات ونصف، في 21/4/2012. ما حصل؟ في هذا اليوم أتى النظام الظالم وتهجم على المنزل وقام بأخذ زوجي واصطحابه إلى فرع من فروعة الأمن. متى آخر مرة سمعت شيئاً عنه؟ أما من المركز أو الشرطة أو الأمن، هل سمعت شيئاً منذ ذلك الحين؟ لا للأسف، نحن في كل مرة كنا نسأل عنه كان يقول مو موجود مو موجود، نسأل في أفرعة الأمن عند النظام كان دائماً يصدونا أنه هو مو موجود. هل هذا هذه التصرفات عادي للنظام أو شيء خاص لزوجك؟ لا، شيء طبيعي من النظام، دائما يتهجم على الشباب وعلى يعني وياخذ الاهالي بدون اي مبرر، ولما انت تروح تسال دائما مو موجود مو موجود، يمنعوا الاهالي حتى من شوفتهم. فحتى الان منذ 4.5 سنوات ما سمعتي شيئا عن زوجك ولا منه؟ لا للاسف لا. هل لديكم اولاد؟ لدي، نعم، طفلين. حينما الاولاد يسال عن ابيهم، حقيقة أنا يعني عايش مأساة كبيرة مع أطفالي. ابني دائما يسأل عن أبوه، وين بابا؟ حتى بالفترة الأولى يعني من حبس أبوه كان يصيح دائما لجده بابا، فيفكر إنه جده بابا هو لا ما يعني ما بيعرف أبوه. فأنا هذا الوضع كان كثير مأساوي، دائما جاوبه طب إيمتى تيجي بابا؟ وين بابا؟ ليش الأطفال عندهم بابا وأنا ما في بابا؟ فهذا الوضع كان كثير يأزمني نفسيا، يعني أنا أتعب إنه أنا أشرح جاوب ابني إيمتى رح يجي بابا؟ وأنا عارفاني إنه هذا نظام ظالم، ما ممكن، ما عنده وقت، ما ممكن مثلا أعرف إنه في أمل إنه بابا رح يرجع على البيت. فهذا الوضع كان كثير يتعبني وكنت أحس كثير بالأسى لما ابني يجي ويسأل إنه بده بابا، وين بابا، ايمتى يرجع بابا. فللاسف ها يعني ما كان عندي جواب لابني ابدا. هل لديك امل انه ما زال حي؟ هو الامل بالله ولا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين. انا بتامل امل كبير بالله انه هو رب العالمين يفرج عنه، ولكن من النظام لا، لانه هو نظام كافر، ونظام ملايين السوريين اللي هي بسجونهم عم تتعذب، واللي راحت من بيوتها، واللي اهلها ما بتعلم عنها شيء، واطفالها عم تنتظرها، بس للاسف مع النظام ما في امل. انت رايت التدمير حول البلد والقتل، هل انت حزينه من اجل هذه الثوره؟ أنا بالنسبة للثورة أنا سعيدة إنه نحن خلصنا من نظام كافر، من الظلم، من الطغاة، ولكن أنا حزينة لوضع البلد، لوضع الناس، لقتل الأطفال الأبرياء، للأيتام، للمعتقلين اللي عم يتعذبوا داخل السجون. في الناس خارج مناطق سورية ينظر إلى الأزمة السورية كأن الأزمة عن تنظيم الدولة، بشار الأسد، روسية وغير ذلك. فهذا يعني إن كنت تستطيعين أن تتكلمي مع العالم كله الآن، ماذا تريد أن تقول لهم يعني في شأن هذه أزمة سورية؟ أنا بحب أوصل رسالتنا للعالم اللي قاعدة برا واللي هي ما عرفاني مدى المعاناة اللي نحن الشعب السوري عم نعيشها. في نظام كافر، في ظلم، في أطفال عم تتيتم، نساء عم تتشرد، في تهديم يعني بيوت فوق أهلها، في معاناة كبيرة بس هي ما عم توصلهم برا. نحن هون يعني نظام كافر عم يقتل الإسلام، عم يقتل المسلمين، عم يقتل الأبرياء بدون ذنب، بدون يعني اللي جوا السجن اللي يعني تحت التعذيب 4 و5 سنوات، يعني لازم حدا يوقف معهم، لازم حدا ينزل للشعب السوري بالرحمة بعين، يعني ينزل لهم إنه هن الشعب فعلا مظلوم، شعب عم يدوق الظلم.
أنا آسف، يعني كان السؤال زيادة، أنا أردت أن أسألك عن النساء هنا في سوريا. أنت يعني مع النساء وتتكلمين معهن وتعرف مشاعرهم، ما مشاعر المرأة السورية بشكل عام هذه الأيام؟ المرأة أنا أقصد هذه الأيام، أواخر أيام رمضان، العيد، بعد بضع أيام، ما مشاعرهم؟ بالنسبة للنساء يعني ما يعني القليل الفئة القليلة اللي بقي مع زوجها، ففئات كتيرة أم أيتام أو هي زوجة معتقل أو زوجة مصاب، فالكل يعني الحزن يعني طاغي على قلوب الناس من الظلم والقتل والدمار يلي عم بيصير، فالناس نسيت انه عندها عيد، نسيت موضوع انه في عيد بسبب هالمأساة اللي نحن عايشينها. فأي عيد لما بدي عيد الطفل بدون أبوه؟